يلا اقول السلام عليكم، ازيكم يا اصحابي؟ عاملين ايه النهارده؟ اخر جمعه في رمضان، كل سنه وانتم طيبين. واحنا النهارده مع اتنين مذيعين ما شاء الله، دياب وفاتن. يا رب نكون ضيوف خفاف عليهم وتتبسطوا معانا. باي. لا واحنا اكيد هنتبسط. احنا اكيد هنتبسط بالعرايس الحلوه دي. بصي يا طالعه معايا يعني انا وهي في الكادر. فاكرين حضراتكم عرايس البابت اللي كلنا كنا بنحبها زمان وبنقعد تتمسك كده؟ يعني حتى امهاتنا كانوا دايما يقعدوا يمسكوها بايديهم ويقعدوا يحكي لنا بيها حواديت، غالبا كانت بتبقى حواديت عقاب، يعني اللي هو ايه، فاتن عملت، دياب عمل، فيعني ده غلط وده ما يسمعش كلام مامته. لكن الحقيقه ان هي موجوده لحد دلوقتي. طبعا الشكل اتغير، الجوده اتغيرت شويه، كانت بتتصنع بحاجات بسيطه في البيوت، لكن في النهاية احنا الولاد ما زالوا بيحبوها، واحنا الكبار والله كمان بنحبها، وخصوصا انها بقت يعني اكيد احلى كتير من الـ من الـ من الـ من القديم بتاعها. طبعا انك بتخلي ابنك او بنتك يهتموا بفكرة، يبعدوا شوية عن الموبايل ويبعدوا شوية عن الابس والحاجات دي، اعتقد ان وده يبقى احسن لهم، ان هم يعيشوا طفولة طبيعية، هيستمتعوا بطفولتهم صح وبشكل حلو. حل. انا عايز اقول لك ان انا مستمتع قوي ومبسوط بالكادر. شفت الكادر؟ فعلا عرايس البابت كانت بالنسبه لنا زمان اللعبه المفضله، والحقيقه يعني لحد دلوقتي الاطفال بيحبوها، والحقيقه كمان ان هي اتطورت للاحسن بشكل كبير، وده اللي هنعرفه اكتر مع صاحبه المشروع بنفسها رضوى محمد عاشور، صاحبه مشروع العاب الاطفال الهاند ميد، وهي اللي طورت الشكل عشان يطلع لنا بشكل ده. بنرحب بيك الاول وصباح الفل. صباح. احكي لنا بقى يعني الفكره جات لك منين، وفكره كمان انت بتقولي انت بتعملي حاجه كاستمايز، يعني انت بتصنعيها من اي تو زي ما ايوه من اول باترون الاساسي خالص. يعني انا بتني مع العميل، انا بعمل للغير وبعمل لنفسي برضو. بس لما حد بيجي لي مثلا يقول لي انا نفسي اعمل عروسه اقدم بيها مثلا محتوى على اليوتيوب، او ان انا اعمل بيها حاجات للاطفال بيتقدموا فيها حاجات للاطفال في الحضانات، او حتى بيكلموا فيها، يعني في عرايس بتتعمل لناس كبار مش ضروري بس اطفال. بيقول لي مثلا عايز شخصيه كذا، ست عجوزه، طفل شباب، ولد شقي، يعني ده كده شقي جدا، بنوته شقيه، بنوته كده. فانا بعرف منهم المواصفات وبتني بقى معاهم بقى ستيب باي ستيب لحد ما اوصل للي هو نفسه فيه، او وبوريه يعني ايه رايك نعمل شعره كذا ولا كذا، نعمل شعر عادي ولا كده، لحد وحتى الملابس كل حاجه، لحد ما نوصل للحاجه هو يرضيها ويكون هو مفكر فيها صح ولايقه عليها. لايقه على شخصيته. انا عايز اسال السؤال بالعروسه دي ممكن هسيبها علشان اللي هسالك بيه دلوقتي. لما تاخدي لا ما احنا مش عايزين نشيل دول، عايزين نحطها يعني ما انا هديهولها تاني ما تقلقش، انا اشوف بس هي بتعمل ازاي عشان هي عماله يعني تحطي ايدك جوه. بصي انا طلعت فوق وايد جوه، ايد فوق وايد تحت يعني كده اهو. ايد فوق وايد تحت. لا يعني اللي هو ايوه 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 خلاص فهمت ودي تحت فهمت اهو كده صح كده. ايد واحده وسيبي الثانيه هي تبقى لوحدها شغاله عادي. والله امسكي ايد واحده والله ده لا دي حاجه لطيفه جدا. الميكانيزم بتاع الكلام بقى لازم يبقى مع مع الكلام، يعني كل انا ما بكلم زي زي اللبسين كده. انت خريجه ايه اصلا يا رب؟ كليه تجاره. طب ايه اللي جابك لتصميم العرايس يعني؟ يعتبر يعني ورثاها، مش انا اهلي مش برضو كانوا بيشتغلوا في الاند هاند ميد بس كروشيه وحاجات من كده، فانا يعني طلعت في بيت كله حاجه بيشتغلوا بايديهم دي مالهاش علاقه بس هم ده برضو غير هم اساسا الله يرحمهم يعني كانوا موظفين في التربيه والتعليم عادي بس عارف اللي هو الناس زمان بقى كانوا برضو جنب التعليم جنب الشغل يعملوا حاجه امهاتنا كلها كانت لازم اللي هو الكنفه الكروشيه الحاجات دي صح كده؟ كانوا بيتعلموا الحاجات دي اساسا في المدارس مشروع حلو. انت عايز لا العيد داخل ناخده ننزل مصلحه جامده قوي مصلحه ياخد منك وقت قد ايه؟ انا باخد انا مشكلتي بس انا باخد وقت في الشغل لان عندي ولاد وبيت. انت بتشتغلي حاجه تانية غير لا بشتغل عندي عامله ورشه لا عشان تمسكوا هي معايا عامله ورشه في هتعذبوش بقى لا صعبان عليك يعني تحس ان هو بجد انا مسميهم ولادي والله بجد يعني انا بعمله يعني ده مثلا انا صاحبته مسمياه اسمه بس انا والله مش فاكره اسمه بالظبط سامحيني سامحيني ان انا نسيت مثلا ايه بقول لها ايه انت خدي بالك منه يعني ده عيل من عيالي بيقعد معايا كتير يعني مثلا ممكن اخد اسبوعين شهر بشتغل فيه لان ببدا من اول حاجه فيه واحده واحده بقى لان ما بشتغلش غير بالليل تقريبا ولادي بقى يناموا وعندي طفله صغيره 3 سنين بتشوف دول طبعا بتجنن طبعا بيتغير منهم بيتغير منهم جدا والله يعني مثلا انا بحب اتصور معاهم بعد ما اخلص كل عروسه بعمل سيشن كده اتصور معاهم لو تشوفي منظرها وهي بتبقى واقفه جنب
جنب بتبص عليه وبتتصوري معاه زي ما. طب قولي لي انت بداتي ازاي بقى؟ يعني الفكره جت لي انت خريجه تجاره اه ماشي في البيت بيعملوا كروشيه او وات ايفر، لكن انا كنت بعمل عرايس عادي في العرايس العاديه. انا على فكره شغلي مش ده بس، يعني انا بعمل كل حاجه هاند ميد بالايد، بعمل عرايس دباديب، بعمل تزيين غرف اطفال، اي حاجه فيها قماش بنعمل بيها والوان بنعمل بيها حاجه بعرف ان شاء الله الحمد لله اشتغل بيها. الماتيريال نفسها بما ان دي مع الاطفال، فهل هي ماتيريال امن للاطفال؟ لو لا جدا ما فيهاش حاجه، هي كلها سفنج. ولو في حاجه مثلا فايبر بسيط وده عادي قماش عادي، ودي قماش ملابس من بتاع الملابس. بنغير الهدوم بقى وبنغسلها وكده ولا بتقلع هدومها دي؟ ده بيقلع هدومه وبيغسلها عادي. ممكن نغير اوتفيت وزي الفل. طيب بتاخدي وقت قد ايه ان انت ترسمي الديزاين؟ يعني انت قلتي ان انا مثلا ايه، واحنا في الفاصل قلتي لي ان ممكن العميل يقول لي انا عايز مثلا ولد شقي، عايز شخصيه حد زعلان، حد مش عارفه ايه. تاخدي وقت قد ايه عشان تكوني الفكره اللي انت تعمليها؟ ممكن يعني انا ببدا مثلا هو يومين ثلاثه بنبقى عارفه انا هعمل ايه، بس اللي هو طول ما انا شغاله في الخطوات بنوصل. يعني ممكن هو يغير رايه في النص، مثلا احط عين كده يقول او مناخير مثلا لون ثاني مثلا، يقول طب ما يمكن نعمل كذا. يبقى انا مش نوع اللي مش بحكي، يعني مش بقول له لا خد الشغل انا خلصته. لا انا بتني معاه لحد ما هو يبقى مبسوط بالحاجه اللي خدها. وانا اساسا يعني نفسي هعمل بقى انا بقى بمزاجي عرايس بتوعي انا، يعني انا في عرايس بتاعتي بس هم ما طلعوش معايا المره دي، بقى عايزه اقدم بيهم محتوى عادي اللي هو زي عالم سمسم، عايز اسميه عالم ضاضة. عالم ضاضة على رضوى. والله والله يعني فكرة حلوة، احنا هنستناكي على فكرة. عالم سمسم احنا يعني مش عارف اللي احنا افتقدنا عالم سمسم، افتقد عالم سمسم وبوجي وطمطم وبوجي وطمطم، بس يمكن عالم سمسم كان واخد كان في نفس ال هم دول نفس العرايس بس في احجام بقى اكبر بتتلبس وفي دول عادي. لا بس عالم سمسم كان في اشخاص لابساهم مش كلهم، خوخة الكبير بس اللي هو اسمه نمنم تقريبا، كان ده جواه شخص بيبقى قاعد جوه بيبقى رافع ايده كده، لكن الباقيين كلهم نفس النظام ده بالظبط اللي هو شكل محتوى. يعني انا مثلا لو انت فكرتي خلاص انت قررتي ان انت تعملي محتوى بالعرايس ده، تطلعي مثلا سكتشات ولا يعني ايه الفكره؟ هو انا اللي عايزاه حاجه اطفال، يعني حاجه للاطفال، حاجه للاطفال اكيد. انا شغلي كله مع الاطفال، هم طبعوا عليا وانا طبعت عليهم مش بتفهمهم. لكن انا حاليا والله ساعات بعمل فيديوهات على تيك توك بيهم عادي، اللي هو تيك توك ويلا بينا وهما بيتكلموا وانا برد عليهم وانا اللي بعرف احركهم، فخلاص بقى ليب سينك بس خلاص هو بيتكلم وانا برد على نفسي. والله فكره حلوه يعني. بس هل ما ممكن تستغليهم في ان الاطفال بتحب الاشكال دي وبتحب الالوان اللي موجوده دي؟ احنا كمان واحنا اطفال كبار، اطفال كبار، فممكن بقى يعني مش بس الموضوع يكون هزار وضحك، ممكن تقول لهم رسائل توعويه، يبقى الموضوع هادف بشكل كبير. انا عملت مؤخرا بس لسه ما نزلش فيديوهات بنتكلم عن بنحكي قصص الانبياء كلها بمناسبه الاحداث اللي بتحصل وبالنسبه احداث بني اسرائيل كلها، وازاي ان هم يعني تفاصيل بقى ان هم ازاي وحشين من زمان جدا مش من دلوقتي. انا عامله ده وصورته بس لسه في المونتاج ولسه بقى هنزله واحده واحده. بس استعنتي بقى يعني عرايس اطفال عاديين ولا انت جسدتي الشخصيات مثلا بتاعت الاشرار بتاعت؟ لا هم عروستين بنحكوا، يعني اب وطفل صغير، يعني راجل كبير طفل صغير، هو بيحكي له قصص، بيقول له حصل كذا وده بيساله يقول له ايه اللي حصل احكي لي مش عارف ايه، فبيقول له بقى وبيقول كل الحاجات بأدلة. يعني انا خدت وقت في موضوع كتير جدا، يعني انا حرقته لكم دلوقتي عشان انا كنت يعني مستعينه بناس متخصصه ولازم الاقي اعمل مراجعه للمعلومات عشان ما اقولش معلومات للاطفال لان دي مسؤوليه طبعا، فواخده وقت كتير جدا. فان شاء الله انتظرونا ان شاء الله باذن الله ان شاء الله مع عم كشكش باذن الله ان شاء الله. كسر الدنيا في عالم ضاضة صح؟ عالم ضاضة يا ريت والله وش خير باذن الله. احنا مستنيين بقى ان شاء الله وشنا يبقى حلو عليكي، واحنا اهو في ايام مفترجه والنهارده الجمعه، فيعني خلينا ان شاء الله باذن الله تبقى فتحه خير بإذن الله. بشكرك جدا رضوى محمد عاشور صاحبه مشروع الالعاب للاطفال بالهاند ميد، نورتينا ونورتينا واحنا كلنا مستمتعين بالحاجات الحلوه دي. انا والله استمتعت معاكم جدا. نورتينا. نروح